اتفضل جاهز شغال طيب ها انت شفت مذهب الان هنا لا احاديث وابن حجر تظن حنبلي شافعي رحمه الله خلاص اي نعم احاديث الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في كتاب الصلاة باب المساجد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسول. أما بعد، ما زلنا في كتاب الصلاة. قال بابنا المساجد. المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. عمارة المساجد تنقسم إلى قسمين، عمارة حسية وعمارة معنوية. عمارة حسية بالبناء والتشييد والفرش والنظافة والكهرباء والإضاءة وما إلى ذلك، وعمارة معنوية وهي الأهم، توحيد، صلاة، قراءة قرآن، استغفار، دروس، مواعظ، خطب. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه. خراب حسي، رمي الأوساخ والهدم والتخريب، وخراب معنوي، شرك وبدع ومعاصي ورقص وبيع وشراء، نعم، وإنشاد ضالة، ونجعل المساجد كأنها فنادق للنوم والاتكاء وشرب القهوة والشاي وحديث عن الدنيا والغيبة والنميمة وغير هذا. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه أحمد وابو داود والترمذي وصحح إرساله. نعم، المساجد في الدور يعني مصلى داخل البيت، وهذا المصلى يصلي فيه أهل البيت، وليس معنى هذا سقوط صلاة الجماعة إذا كان لديك في البيت مصلى، لكن تجعل هذا المكان للصلاة، نعم، تصلي فيه النافلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوا البيوت كالمقابر، لا يصلى عند المقابر، وبهذا شابه البيت المقبرة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى. نعم، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، إما بالسجود عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت للأرض مسجدا، أي مكان تسجد فيه فقد جعلته مسجدا، إما بالسجود عليها أو بناء المساجد عليها. نعم. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه أولئك شرار الخلق. نعم، لأنهم جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التصوير والتماثيل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. الحديث متفق عليه. ما علاقة هذا الحديث بالمساجد؟ يقول أن المساجد تطيب وتنظف، هذا أمر معروف. نعم، وعمارة مساجد تقدم معنى حسية ومعنوية، ولا ندفن فيها الأموات. نعم، وكذلك قال هنا ربط الأسير الكافر بالمسجد، مع أنه أسير وكافر يربط بالمسجد، لماذا؟ حتى يرى أهل الإسلام. وهذا من الأمور التي يكون فيها دعوة غير المسلمين، مفهوم؟ إلا
الأماكن التي نهى الله سبحانه وتعالى عن دخول الكفار فيها، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم، فإذا كان يرجى منه الإسلام فهذا يدخل إلى المسجد بشرط ألا يؤذي أهل الإسلام، نعم، أو يتعدى على حرمة المساجد. نعم. وعنه رضي الله عنه. وأما دخول النساء الكافرات، دخول النساء الكافرات إلى مصلى النساء هذا لا إشكال فيه، الإشكال كل الإشكال دخول الكافرات إلى مصلى الرجال. نحن لا نسمح الآن في المساجد بدخول المرأة المسلمة، أين مصلى الرجال؟ فما بالك لو كانت كافرة وسافرة تريد تتعرف على الإسلام وتنظر في المساجد تدخل إلى مصلى النساء، مفهوم؟ أي نعم. قال وعنه رضي الله عنه أن عمر مر بحسان رضي الله عنهما ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، متفق عليه. نعم، أي النبي عليه الصلاة والسلام. والشعر كلام، فحسن وحسن وقبيح وقبيح، فإذا كان يتكلم بكلام ليس فيه شيء يخالف الشرع فلا إشكال أن ينشد في المسجد. نعم، أما ما صنعه هؤلاء المتصوفة من ما يسميه اليوم الناس بالمديح والضرب على الدف والتمايل والرقص، هذا ليس من الإسلام في شيء. نعم، بل هذا لا يحدث عند اليهود والنصارى، فكيف يحدث عند أهل الإسلام؟ نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، رواه مسلم. نعم، يقول إما أن يتلو عليه الحديث، يتلو عليها الحديث كما هو، أو يقول لا ردها الله عليك دون أن يسمع هذا، مفهوم؟ أي نعم. وهذا فيه أن المساجد لم تبنى لإنشاد الضالة أو للبيع أو للشراء أو للغيبة أو للنميمة أو للرقص أو ما إلى ذلك. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، رواه النسائي والترمذي وحسنه. نعم، وقلنا تتلو عليه الحديث أو تدعو عليه دون أن يسمع، أو تدعو على وجه العموم. رأيت امرأة سافرة نسأل العافية والسلامة مائلة مميلة، ماذا تقول لها؟ ما يمكن، تتلو على الحديث تقول يا اتق الله يا أمة الله حتى لا تكوني من الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نلعنهم، أو تقول اللهم ألعن كل سافرة على وجه العموم، أما تلعنها بعينها هذا إشكال، قد تحصل خصومة وغير هذا. نعم. وعن حكيم بن حزام ثم لم يرد في الحديث هنا وجوب إسماع هذا. نعم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. نعم، وهذا ضعف المؤلف رحمه الله تعالى. ماذا قال لديك؟ قال حسن رواه أحمد وأبو داود، وإذا كان الحافظ ضعفه هنا فقد قال في التلخيص لا بأس بإسناده. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، متفق عليه. إذن يصح أن الإنسان ينام في المسجد يأكل يشرب لكن بقدر الحاجة، لأن نجعل المساجد كالفنادق وكالمطاعم، لا مانع أن الإنسان ينام في المسجد وكما كان هناك أهل الصفة، ولكن هذا في حدود الشرع، لأن تنظر بعض الناس في هذه الأيام ينام في المسجد وتقام الصلاة وهو نائم في المسجد، أو يكون الناس في الصلاة خاصة صلاة التراويح مثلا في رمضان، صلاة التراويح المسجد مزدحم وهذا نائم، إما أن يصلي أو يخرج، يدع المجال هذا لغيره. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. نعم، هذا فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل، وإن كان الترك أولى، مفهوم، تأليفا لهم على الإسلام. الحبشة يلعبون في المسجد تأليفا لهم على الإسلام، نعم، وإلا فالترك أولى ولا شك. نعم. وعنها رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي. الحديث متفق عليه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله، لكن لا اختلاط بين الرجال والنساء في المساجد، وأن ابن عمر رضي الله عنهما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فما رأيت ابن عمر دخل منه بعد هذا. لماذا؟ إن كان هذا الاختلاط ممنوع منه في المساجد، فما بالك خارج المساجد. نعم، ولهذا كان خير صفوف الرجال أولهم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. هذا إذا كانت المساجد من تراب، أما هذه المساجد مفروشة بالموكيت أو بالرخام أو ما إلى ذلك، لا يمكن إلا أنه يأخذ منديل ثم يضع المنديل مثلا في جيبه أو في الحاويات. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. خرجه الخمسة إلى الترمذي وصححه ابن خزيمة. لأن المساجد بنيت حتى يعبد فيها الله سبحانه وتعالى، وقلنا هناك أشياء تلهي المصلي، منها هذه زخرفة المساجد والإسراف في المساجد. وعمر رضي الله عنه قال للذي يوسع المسجد النبوي، قال له: أكن الناس من الحر والقر، ولا تحمر ولا تصفر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. أمر بالبناء، وأول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى للمدينة بنى المسجد عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. راه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اتفق عليه. نعم، تحية المسجد واجبة حتى في أوقات النهي، إلا إذا دخل المسجد وجد الجماعة قد أقيمت يدخل وتسقط عنه تحية المسجد، أو صلى السنة الراتبة، مثاله سنة الفجر القبلية، فيصلي ويدخل بنية سنة الفجر وتسقط عنه تحية المسجد. نعم. باب صفة الصلاة. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون صفة الصلاة، صفة الوضوء، صفة الاغتسال، صفة الحج، ولا يوجد صفة الصوم، صفة الزكاة. مفهوم؟ لماذا؟ لأن الصوم ترك لا فعل، صحيح؟ محظورات. والزكاة كذلك دفع أخذ مال وإعطاء مال. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. نعم، إذا قمت إلى الصلاة يعني قبل القيام إلى الصلاة، تأتي بشروط الصلاة، ومنها رفع الحدث الأكبر والأصغر، ومنها استقبال القبلة. وهذا الحديث فيه أن النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. أين؟ في الصلاة. هذا الحديث خاص بالصلاة، لأنه لم يقل له فقل اللهم إني نويت أن أصلي في هذا اليوم، قال فكبر. نعم. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. نعم، وسيأتي معنا تفصيل هذا، أنه يقرأ الفاتحة وهي ركن، ثم يستحب له أن يقرأ ما تيسر، إما آية أو سورة، آية فأكثر أو سورة. نعم.
ثم اركع حتى تطمئن راكعة، وتحصل الطمأنينة بقول الذكر الواجب في كل ركن. فلو قال في الركوع سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الغالب حصل الطمأنينة. ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. نعم، بين الرفع وبين الاعتدال يقول سمع الله لمن حمد مع رفع اليدين، فإذا استقام قال ربنا ولك الحمد وجوبا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. نعم، والطمأنينة تحصل بقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة في الغالب. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. نعم، أي جلسة بين السجدتين، يرفع شيء هذا ركن، والجلسة بين السجدتين هذا ركن ثاني، ويقول بين السجدتين رب اغفر لي. نعم. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. نعم. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، خرجه السبعة واللفظ البخاري. نعم، وهذا في حديث المسيء في صلاته، ولأنه كان لا يطمئن فيها. نعم. ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائمة. نعم. ومثله في حديث رفاعة رضي الله عنه عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وهذا فيه أيضا أنه بعض الناس ينقر الصلاة، ولا عندما يرفع من الركوع لا يرجع كل فقار إلى موضعه قبل أن هذا يسجد. نعم. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله، أي تكبيرة الإحرام، ويحمده ويثني عليه. يعني هذا والله أعلم دعاء الاستفتاح استحبابا، ثم بعد هذا قراءة الفاتحة وسيأتي. نعم. وفيها فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. نعم، يعني أن الإنسان إذا كان يحفظ الفاتحة وقادر على حفظ الفاتحة فالصلاة باطلة، إن لم يقرأ الفاتحة ولم يتعلم الفاتحة، وإن لم يستطع التعلم، دخل وقت صلاة الفجر وأسلم هذا ولا يستطيع أن يحفظ الفاتحة، وخاصة من لا يتكلم باللغة العربية، فماذا نصنع؟ نقول صلي الآن ثم بعد الصلاة تعلم. نعم. وبماذا يقول؟ يحمد الله سبحانه وتعالى ويهلله ويكبره. نعم. ولأبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. نعم، تسمى أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والفاتحة. نعم. ولابن حبان، لأن كل ما في القرآن موجود في هذه السورة، ولهذا تسمى بأم القرآن. نعم. ولابن حبان ثم بما شئت. نعم. وعن أبي حميد السعدي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذوى من كبيه. حذوى من كبيه، يضم الأصابع واجعل باطن الكفين جهة القبلة، حذوى الأذنين أو حذوى المنكبين. نعم، يرفع اليدين مع التكبير أو قبل أو بعد، ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، يعني يقبض على ركبتيه ويفرج بين الأصابع. ثم هصر ظهره، الظهر الآن مع الرأس يكون على استقامة واحدة في الركوع. نعم. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. نعم، يعني يستقيم كما كان في القيام الأول. نعم. وفإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس. نعم، السجود على أعضاء السبعة، الجبهة والأنف وباطن الكفين، يضم الأصابع ويضع باطن الكفين على الأرض والأصابع تكون متجهة للقبلة، حذو الأذنين أو المنكبين والركبتين، وباطن أصابع الرجلين على الأرض وأصابع الرجلين إلى القبلة. نعم. ويجافي بين ثلاثة أشياء، بين الإبط والبطن والفخذ والفخذ والساق. نعم. وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، افترش اليسرى وجلس عليها ونصب اليمنى، وجعل باطن أصابع اليمنى على الأرض وأصابع اليمنى إلى جهة القبلة. هذا في جلسات الصلاة كاملة، إلا الصلاة الثلاثية والرباعية في التشهد الأخير يتورك بأن يخرج الرجل
اليسرى أسفل من ساق اليمنى ويقبض على ركبته اليسرى بيده اليسرى. نعم. ويحلق باليمنى سيأتي. نعم. وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. نعم. رجل البخاري. هذه هي صفة التورك. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره، رواه مسلم. وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل. نعم. هذا هو دعاء الاستفتاح وهو سنة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيا قبل أن يقرأ. نعم. عندنا السكتة الأولى بين التكبير وبين القراءة، هذا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، ولأن أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليه عن هذه السكتة. والسكتة الثانية بعد أن يفرغ من جميع القراءة، يعني بعد أن يفرغ من كل القراءة وقبل أن يكبر للركوع، هذه السكتة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، السكتة الأولى والثانية. أما السكتة بين قراءة الفاتحة وبين قراءة ما تيسر، هذه قراءة يقول سكتة يسيرة بحيث يرتد إليه النفس أو يفكر أحيانا ماذا يقرأ. أما يسكت من أجل قراءة المأموم الفاتحة، قالوا هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم. قال: سكت هنية قبل أن يقرأ فسألته فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. نعم. وقال البعض أن الذنوب ناسب أن تغسل بالماء والثلج والبرد، مع أن نعرف أن التنظيف أفضل يكون بالماء الحار، لكن قالوا أن الذنوب يعني كأنها يعني فيها حرارة وكذا، لابد أن تنظف بالشيء البارد. نعم، والله أعلم. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم بحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، رواه مسلم بسند منقطع، والدار قطري موصولة، وهو موقوف. موقوف على عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه كان يجهر بهذا الدعاء، دعاء الاستفتاح، وهذا فيه أن عمر لا ينكر رضي الله عنه أنه يجهر بهذا الدعاء ويسمع الصحابة رضوان الله عليهم إلا وقد سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، وتعالى جدك أي جلالك عظمتك. نعم. ونحو عن أبي سعيد مرفوعا عند الخمسة، وفيه: وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يعني يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقول دعاء الاستفتاح ثم يستعيذ بأنواع الاستعاذات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبسمل، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ ما تيسر، ثم بعد هذا يركع. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه الوساوس، ونفخه التكبر، لأن الشيطان يريد منك أن تتكبر، ونفثه الكلام البذيء. نعم. أحيانا يعني تتكلم بكلام بذيء، من أين؟ من الشيطان قطعا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. نعم. افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني لا يعني هذا أنه لا يستعيذ ولا يبسمل، لكن القراءة جهرا يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. والفاتحة سبع آيات، والبسملة ليست من الفاتحة، البسملة ليست من الفاتحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى، قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه،
ولكن بين ذلك نعم يجعل الرأس على استقامة واحدة مع الظهر. نعم. وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. نعم. وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا. وكان يقول في كل ركعتين التحية. التحية يعني التشهد، سواء كان في التشهد الأول، قلنا قراءة التشهد في التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، وفي الأخير ركن. نعم. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم، أخرجه مسلم وله علة. نعم. هناك يضع المرفقين في السجود على الأرض، أو يجلس يخرج رجليه ويجلس على إليتيه، أو يلتفت في الصلاة أو ينقر في الصلاة. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو من كبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. نعم، في أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، بين الرفع وبين الاعتدال، وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة يرفع يديه بعدما يقوم. نعم. وفي حديث أبي حميد رضي الله عنه عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه ثم يكبر، ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، دون أن يمس الأذنين، حذو الأذنين أو حذو المنكبين. نعم. وعن وائل بن حجر، رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، خرجه ابن خزيمة. نعم. قد تقدم باطن كف اليمنى على ظهر كف اليسرى ورزق الساعد على صدره. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، متفق عليه. نعم، فهي ركن من أركان الصلاة، إلا إذا أدرك الإمام راكعا تحسب له هذه الركعة، وسقط عنه ركنية الفاتحة بقول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي رواية لابن حبان والدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم، فالفاتحة لابد أن تقرأ كاملة مرتبة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها، تقرأ في كل ركعة في السرية وفي الجهرية وفي السفر وفي الحضر، ولا تسقط بحال من الأحوال إلا إذا أدرك الإمام راكعا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. وهذا فيه أن البسملة لا يجهر بها وهي ليست من الفاتحة. نعم. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ليس معنى هذا لا يقول البسملة، لكن يقولها سرا لا جهرا. نعم. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا ظاهر. نعم. وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون، وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. نعم، يعني إنكار قول بسم الله الرحمن، يقولها لكن سرا. نعم. وعن نعيم المجمر رضي الله عنه قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم الذي نفسي بيده إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي وابن خزيمة. قول آمين أي اللهم استجب، وقول آمين بإجماع العلماء أن آمين ليست من الفاتحة، ولا تقال إلا في الصلاة، يعني في غير الصلاة، لأن عندما تقرأ القرآن في غير الصلاة تقرأ الفاتحة دون أن تقول آمين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصواب وقفه. نعم، ذكرنا أن الراجح والله أعلم أنها ليست من الفاتحة. نعم. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه نحوه. نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني. قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. وعن تقدم. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا. لماذا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم، فالإمام أحيانا قد يرفع شيء من صوته حتى يعلم المصلين، خاصة مثلا لو جاء عندنا رجل الآن وأسلم ودخل وقت الصلاة ماذا نصنع؟ فتأخذ بجانبك وترفع حتى يسمع ويتابعك، مفهوم؟ تمام. الآن المسجد كبير جدا والشيخ أحمد هو الإمام في صلاة الظهر، وقام ولم يجلس للتشهد الأول، قام للركعة الثالثة ولم يقرأ ولم يجلس التشهد، سبحنا له لم ينتبه أو انتبه ولا يستطيع الرجوع، صح؟ فماذا يصنع الآن؟ المسجد كبير، الذين في الخلف لعلهم في التشهد، صحيح؟ أي نعم، خاصة في المسجد النبوي، في المسجد الحرام، في المساجد الكبيرة. فلو كان لديه شيء من الفقه الشيخ أحمد إيش يصنع؟ يطيل، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، يخافت الحمد لله رب العالمين، حتى أسمع الناس يقول هذا أين؟ هذا في القيام، فيبدأ الناس تقوم ويطيل، يعني ما يقرأ بسرعة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وقد يكون هذا الركن الآن أطول من الركعة الثانية، هذا الثالثة الآن قد مع القراءة تطول، لكن هو أراد إصلاح الخلل الوارد، مفهوم؟ أي نعم، يصح هذا، عارض يصح. نعم. وقلنا عمر رضي الله عنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح، مع أنه الجهر لا جهر بدعاء الاستفتاح أصلا، لكن أراد أن يعلم الناس. وهذا يذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن الإمام الشافعي رحمه الله الجميع أن الجهر بالأذكار أدبار الصلوات المفروضة كانت برهة من الزمن، فترة من الزمن، فترة حتى يتعلم الصحابة ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ أي نعم. قال ويطول الركعة الأولى، الأولى تكون أطول من الثانية في الغالب، وقد تكون مساوية لها، مثل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سبح والغاشية، في الغالب أن الغاشية أقرب أو أكثر. نعم. ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب، متفق عليه. وقد يزيد أحيانا بقراءة ما تيسر. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخرين قدر النصف من ذلك. نعم. وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر والأخرين على النصف من ذلك. رواه مسلم. لم يكن عند الصحابة رضي الله عليهم هذه الساعات المعروفة في هذه الأيام، فكانوا يحسبوا الفترات الزمنية، يقول بأن يسير إلى كذا بكذا بقراءة كذا مثلا. نعم.
وعن سليمان ابن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. نعم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. اتفق عليه. ما هو الضابط في تطويل الإمام؟ الضابط في تطويل الإمام أن نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قالوا الإمام يطيل نقول ننظر، وافق السنة فهذا ولا يمكن أن يكون إطالة، خالف لا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. متفق عليه. لأن صلاة الفجر في يوم الجمعة لها قراءة خاصة، وصلاة الجمعة لها كذلك قراءة خاصة، فإذا استطاع أن يقرأ بألف لام تنزيل السجدة في الأولى أي بعد الفاتحة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان بعد الفاتحة، فقد جاء بالسنة. أما أن يقسم أو يقرأ سورة لا، فإما أن يأتي بالسنة كاملة أو يقرأ بما تيسر. نعم. وللطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يديم ذلك. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. هذا في قيام الليل. أما في الفرض يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى السؤال والاستعاذة هذا يكون في قيام الليل مستحب، أما في الفرض هو جائز. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نعم. إذن يحرم قراءة القرآن حال الركوع وحال السجود إلا إذا قرأ بنية الدعاء لا بنية القراءة. يعني الشيخ عيسى وهو ساجد يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، نوى الدعاء يصح. نعم. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، أي نقول سبحان ربي العظيم وجوبا مرة واحدة، لابد هذا اللفظ يقال في الركوع مرة واحدة، ويستحب له أن يزيد بما ورد سبحان ربي العظيم الثانية سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما سيأتي. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. نعم. يعني مواطن الدعاء في الصلاة في موضعين، الموضع الأول في السجود، الموضع الثاني قبل التسليم. أما ما يصنع بعض الناس ربي اغفر لي ثم يقول ولوالدي هذا بدعة، يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد والشكر بدعة زيادة والشكر، أو قبل أن يؤمن الإمام إيش يقول اللهم اغفر لي ولوالدي المؤمنين، يدعو حتى الإمام يقول آمين والمصلين يؤمنوا على دعاء، من أين لك هذا؟ نعم. مواطن الدعاء في موضعين. نعم. سيأتي معنا دعاء القنوت هذا أمر ثالث. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه. هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان بعد نزول هذه السورة عليه كان يكثر ما يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن أي يعمل به. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده. إذن هنا لا تكبير، تكبيرة الانتقال هنا سمع الله لمن حمده بين الركوع وبين الاعتدال. نعم. حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا
ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، متفق عليه. التكبيرات، جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، هذا من الواجبات. قول سمع الله لمن حمد رب للإمام والمنفرد ربنا ولك الحمد للجميع من الواجبات. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رواه مسلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، يعني هذا عضو واحد، الجبهة والأنف. نعم. واليدين يعني باطن الكفين. نعم. والركبتين. نعم. وأطراف القدمين، باطن أصابع الرجلين وأصابع الرجلين إلى القبلة. نعم. متفق عليه. وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. قلنا يجافي بين ثلاثة أشياء. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، رواه مسلم. وقد تقدم معنا النهي عن وضع المرفقين على الأرض حال السجود. نعم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم. يعني قلنا يقبض على ركبتيه حال الركوع، أما في السجود يضم الأصابع ويجعل الأصابع جهة القبلة، ويجعل الكفين حذو الأذنين أو المنكبين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. التربع في الصلاة عندما يصلي جالسا، فحال القيام يتربع، هذا يصلي جالسا، النافلة أو الفريضة إذا عجز عن القيام. نعم. فيتربع حال القيام، يعني الآن يريد يصلي جالسا، ماذا يصنع؟ يتربع، وعندما يأتي وقت الجلوس يفرش اليسرى ويجلس عليه وينصب اليمنى، مفهوم؟ مرة أخرى، الآن إنسان عاجز عن القيام فماذا يصنع؟ نقول أنت الآن لا تستطيع على القيام، الموضع الذي فيه قيام سقط عن هذا لأنه عاجز، فماذا يصنع؟ يتربع، والموضع اللي فيه جلوس يجلس، إن استطاع، وإلا صلى على الكرسي، صلى على ما استطاع عليه. يصلي قائما، الفريضة وله بد ركن، إن لم يستطع صلى جالسا متربعا حال القيام، وإن لم يستطع صلى على أي حالة جالسا، إن لم يستطع يصلي على جنب هذه القبلة، الرأس هنا والرجل هنا وعلى شقه الأيمن، ما استطاع نائم على السرير وعلى ظهره ومعلق مثلا، فإيش يصنع؟ يقول إن استطاع أن يجعل رجليه جهة القبلة والرأس عكس القبلة، يعني كأنه قائم وسقط على ظهره، مفهوم؟ ما استطاع يصلي على الحال التي هو عليها. هل يومئ بالركوع والسجود؟ نعم، إن استطاع، وإلا سقط عنه الركوع والسجود. هل يصلي بإصبعه، يعني هذا حال القيام وهذا الركوع هذا السجود، أو يصلي بعينيه؟ لا، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن استطاع أن يومئ بالركوع والسجود الحمد لله، وإلا سقط عنه، يعني كل شيء يقدر عليه لابد من الإتيان به. نعم. لا، سقط عنه الركوع والسجود يا رجل، كيف الصلاة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العبادة لا تسقط عن أحد ما عقل وعلم، عاقل عالم، لا تسقط عنه العبادة، ولو كانت العبادة تسقط عن أحد لسقطت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ نعم. وهذا الذي يقوله المتصوف اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هو الموت. نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي ولفظ لأبي داود وصححه الحاكم. نعم. وعن مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة. رواه البخاري. هذا ما يسميه العلماء بماذا؟ جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة فيها أقوال كثيرة، ومنها أنه إذا احتاج جلس وإلا لا يجلس، وهذا اللي يرجحه ابن القيم رحمه الله تعالى. على أي اعتبار؟ عندنا مسائل اختلف فيها العلماء، وأنت طالب لا تستطيع الترجيح، يوم تجلس ويوم لا تجلس، يوم تقبض قبل بعد الرفع من الركوع ويوم لا تقبض، يوم تنزل على اليدين ويوم تنزل على الركبتين، فماذا تصنع؟ تبحث عن إمام عالم تثق بدينه وعلمه وتأخذ بقوله حتى تتمكن من البحث في هذه المسألة، والله أعلم. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شعرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين موضع قنوت النوازل، عندنا قنوت الوتر وقنوت النوازل. نعم، نازلة نزلت بالمسلمين نقنت، وأما قنوت الوتر سيأتي بإذن الله تعالى. نعم. متفق عليه. نعم. لأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد: فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. نعم، أما هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على القنوت حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. صححه ابن خزيمة. هذا هو قنوت النوازل. نعم. وعن سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. رواه الخمسة إلا أبا داود. نعم، وقد تقدم أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في النوازل. حتى الوتر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في وتر، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في وتر، لكن علم الحسن وهو لم يقنت عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ واللي يقول غير هذا يثبت الدليل. نعم. قال: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. نعم. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من الآن تولني. الآن الإمام قد يتسبب في بطلان صلاة المأموم، مثل ما يقرأ الشيخ خالد الآن، يعني الآن الإمام عندما يقنت يقول: فإنه لا يذل من واليت، إذا سكت كأنه يعطي المأموم فرصة لأن يقول سبحانك وكذا. لا، فأنت الإمام أحيانا قد يفعل أشياء تؤدي إلى بطلان صلاة المأموم أو الانشغال. يعني جينا الشيخ أحمد إمام، بعد أن يؤمن يقول آمين، يقرأ من ليس آخر السور، يقرأ من الآيات المتشابهة أو من الطوال لكن من وسط السور، ويبدأ الشيخ فهد يراجع أين يصلي، فقرأ لا، آل عمران لا كذا، إذا وصل يكون هذا قد ركع وهذا لم يخشع في صلاته. السبب من؟ الإمام. الإمام أحيانا يصنع مثل هذا، قلنا في دعاء القنوت، يعني يترك مجال للمأموم بأن يقول سبحانك وكذا، لا، يسرد سردا. طيب، كذلك الخطيب يوم الجمعة، الآن خطيب يوم الجمعة يقول: وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام، يبدأ هذا يفكر الحديث
صحيح أو ضعيف؟ صح، هاي نعم، مفهوم الشيخ. فماذا يصنع الخطيب الفقيه؟ ايش يقول؟ وقال يعني مثلا يقول أخرج الشيخان، أو في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يريح السامع، مفهوم؟ لأنه قد يخطب خطبة كاملة وهذا طيلة ما حديث واحد، يقول حديث معاذ بن الحكم السلمي يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل في القوم يسرق، وهذا يفكر طيلة الخطبة عن الحديث صحيح أم ضعيف، وفي النهاية قال أخرجه مسلم. طيب ريحنا من أول الأمر، قل أخرجه مسلم صحيح؟ نعم. ففي أشياء لابد أن تعرف. عندنا بعض الأئمة، بعض الأئمة إذا دخل الموسم، موسم الحج، موسم العمرة، خاصة في رمضان، خاصة في الحج، لا يخرج عن قصار السور إلا نادرا. لماذا؟ يعلم الحجاج، يعلمهم ماذا؟ قراءة هذه السور، مفهوم؟ أي نعم. بسم الله. أنا أعرف، لكن هذا من فقه الإمام. فقه الإمام أنه يعلم المصلين. أنت لا تظن أن التعليم فقط يكون من المشايخ في الدروس، حتى قلنا هذا عندما الآن يقوم للركعة الثالثة الحمد لله رب العالمين، فقه، مفهوم؟ أي نعم. الآن بعض الأئمة إذا سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا يبقى في لا يلتفت عن القبلة، فنحن إيش نصنع؟ ننتظر لعله حدث شيء، لعله يسجد للسهو. تنتظر 10 دقائق ما يتحرك، مخالف للسنة؟ نعم مخالف للسنة، مفهوم؟ أي نعم. فيصنع الأئمة بعض الأشياء هي مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا إشكال في أن الإنسان يعني قد يقرأ أحيانا الطوال وأوساط، لكن يراعي حال المصلين حتى لا يذهب هذا عن الصلاة. نعم. وتولني فيما توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت، إنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي، ولا يعز من عاديت. زاد النسائي بن وجه آخر في آخره، وصلى الله على النبي. نعم، يقنت بهذا في قنوت الوتر، وقلنا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت، ولكن علم الحسن رضي الله عنه. نعم. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة. نعم. وقلنا هذه المسألة فيها يعني خلاف بين العلماء طويل، فأنت تبحث عن إمام تثق بدينه وعلمه وتأخذ بقوله. نعم. والذي يرجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن وضع الركبتين أولا، وعليه ابن القيم نعم رحمه الله الجميع قال فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. لكن إشكال، جاءني بعض الشباب وقال والله تعبت أصلي وصلي بجانبي من يرى وضع الركبتين قبل اليدين، ويقول وأنا أضع اليدين، فينكر علي بعد الصلاة، ثم أصلي بجانب آخر وأضع العكس، أضع اليدين وهذا ينكر علي، يقول كذا، وأصبحت محتار. فأنظر يقول أنتظر، هذا الذي بجانبي نزل على اليدين، نزلت على اليدين، نزل على الركبتين، نزلت على الركبتين، حتى أرتاح من الشباب أتعبوني. يقول طب لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. يقول لكن أصبح عندي إشكال أكبر، كيف؟ قال أحيانا الذي عن يميني على اليدين واللي على يساري على الركبتين، ماذا أصنع؟ فقال لي
حتى وجدت حل وانت ارتحت من الكل، يكون عن يميني عن يساري اي شيء، ماذا تصنع؟ قال انزل على الاربع. الذي ينزل على اليدين يظن انني انزل على اليدين، والذي ينزل على ركبتين يظن ان انزل على ركبتين، وصار ما ينكر علي احد. نقول طيب هو لو كان ينزل على اليدين له سلف صح، ولو كان ينزل على الركبتين له سلف، ثم كيف يرائي ينظر هذا ماذا يصلي ويصلي بصلاته ثم يقلد المقلد؟ لما يصلح هذا. وابتدع قول جديد وأحدث الآن، فأنت ايش تصنع؟ تبحث عن عالم، تثق بدينه وعلمه، وتأخذ بقوله وترتاح، مفهوم؟ أي نعم. يعني في وقت واحد، اليدين مع الركبتين في وقت واحد. نعم اسأله تسألني أنا. نعم امشي. نعم. أبي عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السباب، رواه مسلم. نعم هذه 53، هذه الثلاثة وهذه الخمس. نعم. قال في رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات. التحيات يعني كل تحية لله، والصلوات أي الفريضة والنافلة، والصلاة الدعاء، يشمل هذه الثلاثة، الصلاة الدعاء والفريضة والنافلة لله، والطيبات أن الله طيب ولقبل الله طيبة. نعم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بالصلاة جلب الخيرات، وبالسلامة دفع الآفات. نعم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. والأولى أن يدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أدعية جامعة مانعة. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عليهم، منهم أبو بكر رضي الله عنه ومنهم عائشة رضي الله عنها، مفهوم؟ أو لا تدعو بدعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد تدعو بدعاء ويكون فيه إشكال. نعم. متفق عليه ولفظ البخاري وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. نعم. وليحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره. يقول كل تشهد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء، رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. نعم، هذه من أسباب إجابة الدعاء، يبدأ بالثناء على الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يستقبل القبلة، يرفع اليدين، يكون على طهارة، الرزق حلال، يخرج عن المظالم عن المحرمات، ثلث للآخر، يتحرى أوقات إجابة الدعاء. نعم. قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. نعم، الصلاة هذه تسمى الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم، في التشهد الأول سنة، وفي التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. نعم. وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. من عذاب جهنم، أولا نؤمن بأن النار موجودة نسأل الله عافية والسلامة، ونؤمن بما أخبرنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها وبما هي عليه، وبأنها لا تفنى أي نار الكفار نسأل الله عافية والسلامة، ولكن أهل التوحيد
وأهل الذنوب يعذب مقدار على ما يشاء الله سبحانه وتعالى ثم يدخل الجنة، يعني يخلد في النار أهل الشرك الأكبر. نعم. طيب، هذه النار نسأل الله عليه السلام وهي موجودة، ثم عذاب جهنم ومن عذاب القبر أو البرزخ، لأنه قد يموت ولا يدفن ولا يقبر، صح، تدهس مثلا نسأل الله عليه السيارة أو يكون في بطن حوت أو يحرق. نعم. ومن فتنة المحيا شبهات وشهوات، والشبهات بدعة والشرك، والشرك أكبر وأصغر، والشهوات صغائر وكبائر، والممات يعني عند الممات أو بعد الممات، عند الممات أو بعد الممات من سؤال الملكين عن الأصول الثلاثة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الثبات. نعم. فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة، وهي داخلة في فتنة المحيا، لكن ذكرت مرتين لعظم هذه الفتنة. وإذا قد يقول البعض، لماذا نستعيذ من فتنة الدجال؟ الدجال ليس عندنا الآن. نقول هذا الذي ورد، وأنت تدعو وقد تأتي هذه الفتنة، ولا بد أن تستعيذ. ثم عندما تستعيذ من الفتنة، من أعظم فتنة، معنى هذا أنك تستعيذ من الفتن اليسيرة، من باب أولى قد دخلت. نعم. وفي رواية لمسلم، إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، نعم، هذا في آخر تشهد يستعيذ بالله من أربع. وبعض العلماء رحمهم الله تعالى كان يرى إعادة الصلاة لمن لم يستعيذ بالله من أربع. نعم. قال عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وهو أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام رضي الله عنه، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. نعم. ولهذا قلنا الأولى أن تدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، جامعة مانعة. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. نعم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يميني: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شمالي: السلام عليكم ورحمة الله. رواه أبو داود في السند الصحيح. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم، هذا أدبار الصلوات المفروضة، يعني بعد أن يسلم. نعم. قال: متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. عندنا إشكال، وهو أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بعد أي صلاة مفروضة أو نافلة. ويقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: بل هذا من الجهل، أن الإنسان يدعو بعد أن يسلم لم يثبت، ولأن هذا يترك موضع إجابة الدعاء حال السجود أو قبل التسليم. الدبر قد يكون من الشيء وقد يكون بعد الشيء، وعلى هذا حمل شيخ الإسلام قول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أنه قبل التسليم لأنه دعاء، والأذكار بعد الدعاء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله وبفعله. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثة وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دور كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. وقلنا أن هذا يكون قبل التسليم. إذن كل دعاء يقال دبر الصلوات نحمل على قبل التسليم، حتى دعاء الاستخارة، وكل ذكر نحمل بعد التسليم إلا إذا ورد الدليل. نعم. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان، وزاد فيه الطبراني: وقل هو الله أحد. نعم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. نعم. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مجمل قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة. نعم، بيّن بفعله وبقوله عليه الصلاة والسلام. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم، البخاري. هذا في الفريضة، لأن القيام في الفريضة ركن، أما في النافلة سنة. فإن صلى جالسا أخذ نصف أجر القائم، وإن صلى على جنب أخذ نصف أجر القاعد وربع أجر القائم. نعم. قال: وعن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض: صل على وسادة فرمى بها، وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه. يعني يضع مثلا شيء مرتفع حتى يسجد عليه، لا، يومئ إماء. نعم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. غدا إن شاء الله تعالى الدرس بعد العصر. نعم. لا لا، نصلي هنا العصر في المسجد ثم نبدأ، أحسن. أما الفجر يعني رأينا أن أجل العصر درس الفجر للعصر، أحسن والله أعلم. طيب، لا درس يعني بعد الفجر.